أول إشي بدي أقوله لكل متابعيني ومتابعاتي في تيك توك، شكرا إلكم. أوكي، تاني إشي بدي أقوله للجميع، إحنا بنحكي عن النرجسية، سواء أسرة نرجسية، شخص نرجسي، زوج نرجسي، أخت أو أنثى أو زوجة، أوكي، كلياتهم بيدخلوا في نفس الكاتيجوري اللي هي narcissistic disorder, personality disorder. ف هيدول الناس مضطربين. فبالنسبة للضحايا بدي أحكي لك، بدي أقول لك يا أخواتي العربيات في كل أنحاء العالم، لا تنسي تحبي نفسك، لا تنسي تكرمي نفسك، لا تنسي إنك تعيشي حياتك، لا تنسي إنك اهدي لنفسك إشي، اعطي لنفسك إشي. أوكي، حياتك مش واقفة على هذا الشخص، حياتك مش خلاص يعني هيك وانتهت ولازم نموت ولازم انه احنا ما نعيش ونعيش في نكد وفي صراع يومي. نو، الله ما خلقنا عشان نعيش هيك. حتى لو كنتي مضطرة انك تعيشي مع هيك اشخاص، لا تنسي نفسك، انسيهم هم ولا تنسي نفسك. اوكي، انا بالنسبة الي بدي أجاوب على كل أسئلتكم، يعني بدي أشرح لكم أكثر، انطلاقا من دكاترة، أوكي، وانطلاقا من تجربة شخصية وقصص، وراح أحط لكم قصص من الواقع، من بنات صاحباتي ومن هيك بيوصلوني. فأتمنى إنه زي ما التيك توك عجبكم تعجبكم السلسلة اللي راح أحطها في اليوتيوب، وشكرا للجميع.